لم نتحول لأشخاص قاسيين أبدا، نحن فقط ردة فعل على الكثير من الأوجاع التي آلمتنا وعلى الكثير من الخيبات داخلنا وعلى الكثير من الغصات التي أتعبتنا وعلى الكثير من الكلمات التي ظلت عالقة بحناجرنا وعلى الكثير من التساؤلات والأفكار التي شتتت أذهاننا، ردة فعل على الكثير من التوقعات التي كسرتنا وعلى الكثير من التجارب التي أضعفتنا ومن ثم قوتنا. لسنا قاسيين، نحن فقط ندفع ثمن طيبتنا، نحن فقط ندفع ثمن طيبتنا.